أكتيكاك، موعد إخباري يتضمن أهم الأخبار التي شهدها الأسبوع. أكتيكاك، موعد يتجدد نهاية كل أسبوع على منارة بودكاست. أعلن الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس أمس الخميس بالرباط أن الحكومة أقرت دعماً جديداً لمواكبة مهني النقل. الآن سوف يتم فتح يعني البلاتفورم من أجل أن يتسجل المهنيون، وسوف يتم إقرار الدعم بناءً طبعاً، وهذا الشيء وضحته في غير ما مرة بأن الدعم يحدد بناءً على السعر الذي يعني يباع به هذه المحروقات. أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن 5 جهات تضم 73.2% من إجمالي النشيطين البالغين 15 سنة فما فوق. وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية حول وضعية سوق الشغل خلال الفصل الثالث من سنة 2022 أن جهة الدار البيضاء ستات تأتي في المركز الأول بنسبة 22.4% من مجموع النشيطين، متبوعة بكل من جهة الرباط سلا القنيطرة وجهة مراكش آسفي ثم طنجة تطوان الحسيمة وفاس مكناس. أكدت مصادر من داخل قناة سكاي نيوز الإماراتية أن إدارة القناة أقالت مراسلها في واشنطن الجزائري رضا بوشفرة بعد احتجاج المغرب عن طبيعة الأسئلة الاستفزازية التي لا تتماشى مع الخط التحريري للقناة. وفي مبادرة رسمية غير مسبوقة تعهدت الحكومة بتقديم مكافأة للمستهلكين الذين يحققون اقتصاداً في الطاقة الكهربائية خلال شهرين نوفمبر ودجنبر 2022. هذه المكافأة هذه هو ستامبونوس اللي كيمشي من اللي كيتعطى من الفوليوم من الطاقة. باش نوضحوا دونك اللي استهلك اقل في هاد الشهرين هادي، اي واحد عنده الكونتور يعني كيف ما كان نوع ديالو مؤسسه عموميه ولا يعني ميناج عائله ولا كذا، غادي تعمل واحد المقارنه بين نوفمبر ديسمبر 2022 مع نوفمبر ديسمبر 2021، ولا تثبت بانه استهلك اقل غيتعطى له واحد لو بونيس في الفوليوم يعني في الطاقه. أشاد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في ختام أعمال دورته 31 بالجهود المتواصلة التي يبذلها صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس من أجل الدفاع عن القدس الشريف. أظهرت النتائج النهائية لفرز أصوات انتخابات الكنيسة الإسرائيلية أن زعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو وحلفائه من اليمين واليمين المتطرف فازوا بأغلبية ساحقة في الانتخابات الإسرائيلية. أعلن العقيد جبر حمود جبر النعيمي المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية وقوة أمن بطولة كأس العالم لكرة القدم بقطر أمس الخميس بالدوحة عن السماح للجماهير الحاصلة على بطاقة هيا وغير الحاملة لتذاكر المباريات بالدخول إلى قطر بعد انتهاء دور المجموعات من البطولة العالمية.